راح نسوي وياكم اليوم هوم ميد الفريدو باستا. عندي هنا صدر دجاج راح نقطعه هالشكل هذا. هسه راح نتبلهم زيت زيتون، اوريجانو، فلفل اسود وملح. خبطت صدر الدجاج مع التوابل، متتها نص ساعة تتبل. دايست أنيون، قطع البصل ناعم كلش. بعد البصل الثوم، منس جارليك. هسه راح نسوي الدجاج مالتنا شاك، بمعنى نحمي الطاوة والزيت يعني سوبر هاد، يكونون كلش حارين، حتى من نخلي الدجاج بالزيت هو كلش حار يصير شاك، ما يطلع المي من عنده ويصير يابس عندنا ونفقد المي اللي خبر الدجاج. نسوي نطبخ الدجاج مالتنا 5 دقائق بس. لو ننتبه على الدجاج ما ننزل اي مي من عنده، هسه راح نشيله ونخليه على جنب. نفس الطاوة ونفس الزيت راح ننزل تقريبا ملعقة اكل زبدة. هسه انزل الميني مشروم. دائما نتذكر من تحطي ملح بالمشروم الفطر حتى لا يتغير لونهم لحد ما يصيرون جولدن. بعدين نخلي الملح، نملح المشروم، نشيلهم ونخليهم على جهة. نفس الزيت والزبدة اللي شوحنا بيهم الفطر راح ننزل بصل. صار بهذا اللون الحلو راح نشيله ونخليه على جهة. هسه راح نسوي الالفريدو صوص بس على نار متوسطة. خليت شوية زبدة بنفس الطاوة ما غسلتها. نزلت المنس جارليك اللي هو من الخبز، نشوحها بس شوي تقريبا دقيقة من دي لونها يتغير، وننزل ربع كوب طحين ونشوح نقلي الطحين كلش زين حتى يروح الطعم مال الطحين. تحريك مستمر على نار متوسطة. راح انزل الكريمة مالتي يا اما هاف ان هاف او تيبل كريم، انا اذا استعمل تيبل كريم. هذا اللي استعملته. راح نضيف الفلفل الاسود، ملح على جهة. راح اسلق الباستا مالتي، خليت مي بيغلي وشوية زيت، راح اخلي ملح. هسه راح انزل الفطر والبصل، راح انزل الدجاج، نسلق الباستا مالتنا واللي هي تاغلياتيلي، راح ننزلها بالماء تنسلق 5 دقائق بس ونشيلها. الصوص بدا يدخن، راح نوطي النار على لو ننتظر الباستا مالتنا تنسلق. هسه نخلي المكون اللي يخليها طيبة كلش، الجوز الطيب نتميج. ناخذ الباستا ونخليها هنا، واذا حسيتوا انه الصوص ثخين نخليه من مية الباستا. انا هسه ثخن عندي، هسه اكمل واخليه من مية الباستا حتى اسويها بالقوام المطلوب. مية سلق الباستا ونضيفها هنا ونبدي نخبط ونقدمها مع بارميجانا وشوفوا الجمال. اتجنن. اخر اضافة بارميجانا تشيز وكملت اكلتنا. هسه نصب بمعون التقديم ونصبها بمعون التقديم. نزينها فريش بارسلي، مور بارميجانا،
كملت اكلتنا لهذا اليوم، طلعت بهالشكل هذا والطعم ما احكي لكم، فد شيء اميزن كي دليشز، جربوها راح تعجبكم كلش. نشوفكم بخير واتمنى تكون عجبتكم ومع السلامه.